السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ورحب فيكم في حلقتنا الثالثة المخصصة للتسوق الإلكتروني من نفس السلسلة. السلسلة خلاص 4 حلقات، في الحلقة هذه إن شاء الله بيكون عندنا موضوعين. الموضوع الأول هو خطوة بخطوة، بنسوي معكم تجربتين لشوبينج أونلاين، واحدة من موقع نعرف واحدة من موقع ما نعرف ولا قد طبيناه. والشيء الثاني إن شاء الله الموضوع الثاني عندنا في حلقة اليوم هي الضمانات، وش الشيء اللي بيضمن لي أغراضي بتوصلني وأشياء زي كذا وحاجات كثيرة عندنا في الحلقة. أذكركم في مسابقة السلسلة اللي جوائزها 4 أجهزة نيكسس 7، هذا من جوجل، الجهاز الجديد توه نازل عالميا. الشيء الثاني بيكون عندنا كمان 4 اشتراكات بلس من وورلدشيب، وبنقول لكم التفاصيل إن شاء الله خلال الحلقة. الشيء الثاني من ناحية السحب والفائزين برضو في نهاية الحلقة هذه بنعطيكم التفاصيل. قبل ما نبدأ بعمليات الشراء لازم حاجتين أذكركم أن تكونوا مجهزينها. أول شيء البطاقة الائتمانية اللي من خلالها بتدفع قيمة مشترياتك، والشيء الثاني تكون مجهز عنوانك البريدي من قبل الجهة اللي أنت مشترك معها، يعني زي قلنا شوبينج شيب وقلنا الشركات الثانية وقلنا وورلد شيب اللي هي إحنا بنستخدمها اليوم. ليش بستخدم أنا شخصيا وورلد شيب اليوم؟ يعني بغض النظر عن كونهم رعاة ولا حاجة زي كذا، لا، في عندهم موضوع إنك تطلب من أكثر من جهة وإعادة تجميع البضائع بتصير شيء واحد، شحنة واحدة، وهذا اللي بيناسبني أنا لأنه خلاله بطلب أشياء خفيفة بعضها ثقيل من أكثر من جهة وأكثر من موقع، فكل الأشياء تروح وتتجمع بتجيني شحنة واحدة يكون أرخص علي. ومن ناحية البطاقة الائتمانية اللي بستخدمها اليوم هي بطاقة ائتمانية مسبوقة الدفع بإذن واحد أحد. خلينا على طول نروح للمواقع. خلينا أول شيء نتكلم عن موقع الأمازون ووضح لكم خطوة بخطوة الأشياء اللي تقدر تسويها في نفس الموقع على أساس إن شاء الله تمام عمليات الشراء. أول ما تدخل موقع الأمازون اللي هو amazon.com بيطلع لك الواجهة اللي موجودة هنا. نحب ننوه إنه في أكثر من موقع أمازون عالميا، بحيث إنه الشركة الأم موجودة مثلا في أمريكا وعندها فروع في بريطانيا، عندها فروع في ألمانيا، في فرنسا، فكل موقع متخصص بأشياء بعضها عالمي وبعض الأشياء مخصصة للمنطقة نفسها. يعني في منتجات الألمانية بتلاقيها أكثر في موقع ألمانيا، make sense، يعني شيء منطقي. والمنتجات البريطانية، الكتب البريطانية والنسخ الأجهزة البريطانية تلاقيها في الموقع البريطاني حق الأمازون. فأحيانا إذا أنت تبي شيء من جهة ثانية يمكن رحت أمازون ديرتهم تكون أحسن. لا، دخلت على موقع الأمازون لازم يكون عندك اسم مستخدم وكلمة سر. إذا ما عندك الشيء هذا على طول تيجي لكلمة هنا تلاقي محطوط فوق Hello Sign In لتسجيل الدخول، أو لا فتحت القائمة بتلاقي هنا New Customer Start Here اللي هو زبون جديد ابدأ هنا. إذا حطيت ابدأ هنا بيطلع لك الموضوع هذا، أنك تحط الإيميل حقك وبعدين تقول لهم لا أنا زبون جديد ما عندي password، تحط Sign In، يفتح لك قائمة جديدة، يقول لك هنا حط الاسم المختار لك، انت حط الاسم اللي انت ودك فيه. يعني الحين هذه تجربة بس انا الحين عندي برجع استخدم الحساب الاساسي يعني. وبعدين هنا يقول لك حط الايميل اللي موجود حقك، بعدين تحط الايميل مرة ثانية، هنا تحط جوالك وهذا الشيء optional، شيء ما هو بالزامي، اختياري. بعدين تحط كلمة سر وترجع تكتب كلمة السر هذه. ونحب نذكركم انه كلمات السر حاولوا تستخدموا فيها شعارات الات، تعرفوا حق الايميل ات هذه حاولوا تستخدموها. ليش؟ لانه تعطيك بيتريت اكثر الكمبريشن حق الايميل، تعطيك نفس كلمه السر تكون شفرتها اقوى نقدر نقول، خلينا بكل بساطه. فاذا سجلت معاهم وتممت الموضوع هذا بتدخل على الامازون، بيصير هذا هو الامازون اللي طالع عندك. فالحين انتم شايفين هذا حسابنا هلو فيصل، هذا الاكونت حقي. خلينا على طول نبدا نوضح لكم بعض الاشياء. أمازون عنده شيء اسمه today's deal، deal of the day ولا حاجة كذا، اللي هو عرض اليوم. معلومات عامة تنطبق على موضوع شراء الملابس من موقع الأمازون. مثلا الحين عندنا كمثال عندنا فاتحين على صفحة جينز، الميزة فيهم يوريك كل تفاصيل الجينز، تقدر تشوف كل شيء موجود في نفس الجينز فتعرف بالضبط الديزاين والتفصيل حقه. الشيء الثاني عندك السعر الأساسي اللي موجود هنا suggested price، السعر المقترح للسلعة وسعرهم هم والتخفيض اللي موجود. يعني هذا الجينز مثلا $220، هم حاطين الجينز نفسه $125 مسوين عليه تخفيض كبير. طبعا تقدر تقارن الأسعار في أماكن ثانية لأن يمكن في تخفيض أكثر من كذا. نروح لهنا للأحجام، فهذه جدا مهمة وكثير أنسأل عنها، موضوع الأحجام. إذا تشتري ملابس رجالية نسائية دائما عندكم الحجم موجود هنا، فلما تأخذ الأحجام أنت ما تعرف طيب وش بالضبط حجمك. دائما من ناحية الشركات تلاقي sizing information اللي هو sizing info اللي هو معلومات الأحجام. لو ضغطت على معلومات الأحجام يفتح لك نافذة جديدة ويوضح لك بالضبط كيفية قياس الحجم حقك حق الجنس. لا تنسوا أنه أحيانا القياسات عامة تكون مختلفة بين المملكة وبين نفس منتج السلعة حول العالم، فبالتالي أعرف أختار المقاس اللي أنا أحتاجه.
الشيء الثاني من ناحية الكاستمر ريفيوز اللي موجودة هنا، وهذا شيء جدا مفيد. هنا دائما تلاقوا نجوم محطوط كاستمر ريفيوز. في ناحيتنا هذه الجنز ذا ما عليه إلا كاستمر ريفيو واحد اللي هو نفس الزبون، أحد الزبائن اللي اشتروا الجنز هذا عطوا تعليق واحد، عطوا مراجعة واحدة للجنز هذا. فهنا دحين واحد عطى 4 نجوم وقال expensive jeans but I love them، يعني جنز غالي بس إنه عجبني، وكاتب بعض المعلومات تحت. هذه ميزة في الأجهزة والأشياء الكثيرة اللي تلاقيها في أمازون. في ناس تقول لك والله جهاز القهوة ذا حلو بس مشكلته كذا، تلاقي الجهاز الإلكتروني ذا خرب علي بسرعة، أو صناعته بلاستيك مرة تعبان. فتعليقات الناس دائما تفيدكم لما تبغوا تشتروا شيء من أمازون. بغيت الشيء تشتري تسوي له add to cart، اللي طبعا تلاحظين ما قاعد يطلع لي add to cart، لازم اختار المقاس مثلا، بعدين وين مش دعوة اختار المقاس أو مثلا بعدين تحط add to cart اللي هو إضافة إلى السلة. شيء ثاني add to wish list. وش الwish list؟ هي قائمة الأمنيات. لما أنت تدخل السوق وتلاقي أشياء كثير تقول آه هذا إن شاء الله بشتري بعدين، حطه في قائمة الأمنيات وبينحط عندك السلعة دي في قائمة الأمنيات. إذا جاء تخفيض على قائمة الأمنيات أو سلع من السلع اللي أنت حاطها عندك في قائمة الأمنيات، على طول إيميل بيرجيك من أمازون يقول لك على فكرة اللي أنت كنت مدك تشتريها جاء عليها تخفيض كبير، وتعال شوف يمكن تبي تشتريها الحين. هذه ميزة ثانية في الأمازون. إذا تممت مشترياتك في الأمازون، إذا أضفت كل حاجة في سلة المشتريات في الأمازون، تسوي proceed to checkout اللي هي أبغى أروح لنفس checkout، أبغى أدفع قيمة الأغراض، أدفع قيمة كل شيء، فيطلع لي على طول اليوزر نيم والباسورد. بالحالة إحنا مخزنين أورد على الجهاز. الحين معلومات النهائية من ناحية shipping address اللي موجود عندنا هنا، عنوان الإرسال. هذا هو shipping address، تلاحظين نفس العنوان بالضبط اللي أخذته من World Ship. اوكي دخلت على حسابي في World Ship، وعلى فكره في مسابقه واربع يقدر يفوز بجائزة كذا، وعندنا كود ترويجي يعطيك 50% تخفيض على اشتراك البيسك. فهذا هو الحساب اللي هنا، هذا هو العنوان حقنا حق الحساب بالضبط زي ما هو سجلته هنا في الادرس عندي في الامازون. البيلينج انفورميشن معلومات السداد اللي هي نفس معلومات بطاقة الائتمان، فانت تسجلها عندك رقم بطاقة الائتمان واسمك بالكامل زي ما هو ظاهر على بطاقة الائتمان، حتى احرص انه يكون كابس لوك، يعني حروف كبيرة تحط حروف كبيرة. الشيء الثاني تاريخ انتهاء البطاقة، ويكون عندك الكود التعريفي حق البطاقة اللي تلاقيها اخر 3 ارقام خلفية في خلف البطاقة، تلاقي فيها اخر 3 ارقام، هذه اخر 3 ارقام حاول تحطوها وتصيروا تسجلوا بطاقة الائتمانية. بعد ما تراجع وتتأكد ان كل شيء تمام، تلاحظ هنا داخل امريكا الشحن عندنا مجاني وخالصين كل الموضوع، وهذا هو السعر، وقارنا السعر هنا ولقينا سعر جيد. اذا نحط place your order، حط الاوردر حقي، تأكدت انه حيكون هنا shipping free، تأكدت انه هذه البضاعة حقتي وبالمقاس اللي انا ابغاه، اذا place your order، تمم الشحن. الاي باي نفس الشيء، الاي باي تعطيك بعض الامكانيات اللي موجوده عنده في موقعهم من ناحيه اي باي باير بروتكشن اللي هو حمايه المشتري. الشيء الثاني اي باي توب ريتد سيلرز، لا تنسوا انه الاي باي هو زي الحراج الكبير اللي الناس احيانا تجي تعرض بضائعها فيه، فلما الشخص يكون عارض بضائع عندهم ويكون حاصل على الشعار هذا اللي انتم شايفينه هنا، اذا هو من اللي ينصحون فيهم. شيء ثالث اللي موجود عندهم في الموقع انه عندهم باي بال. باي بال زي ما قلنا لكم في الحلقة الاولى هي خدمة انك تصير الوسيط بين بطاقتك الائتمانية وبين اللي انت تشتري منه. اكثر الاشياء اللي موجودة على اي باي ما حد يدعم البطاقات السعودية، بطاقات الائتمان السعودية او الخليجية، فالشيء اللي تقدر تسويه بكل بساطة انك من طريق موقعهم تدفع عن طريق الباي بال، فوفرت على نفسك. بنجرب من موقع اسمه رالف لورين، موقع رالف لورين انتم عارفين التيشيرتات والاشياء هذه كلها حقتهم، فعلى طول بروح قسم السيل، على طول بروح قسم التخفيضات السيل اللي موجوده عندهم. احد الاشياء لازم نلاحظها انه لما يكون عندك هنا منتج موجود وحاطين السعر، طلع الحاسبه على طول اكتب في الحاسبه السعر، اضرب السعر وحول المبلغ، بيطلع عندك 258 ريال. الشيرت هذا نفسه اذا جيت تشتريه من المملكه العربيه السعوديه بيكون ب 400 ل 600 ريال تقريبا. اخترنا اللون، بعدين شفتوا هنا حاطين المقاسات اللي موجوده، بعدين سايز تشارت اللي هو نفس اللي شفناه في موقع الامازون، جدول يبين لك المقاسات اللي موجوده عندهم والاشياء الاحجام. اد تو شوبينج باج حطيناه الى شله حطيناه على سله التسوق اللي موجوده عندنا، نسوي كونتينيو تو تشيك اوت، نتمم الموضوع الى ما نطلع من الشوب،
وخلينا نشوف ايش الاشياء اللي بيطلبها منا الحين. عندي الحين الصفحه هذه اللي يقول لك فيها حط الانتر بيلينج ادرس والشيبينج ادرس، موضوع عنوان الفاتوره وعنوان الارسال. فالشيء اللي عندي نفس الشيء، افتح على اشتراكي في وورلد شيب مثلا او اي اشتراك شركه ثانيه انت معها، وتاخذ العنوان البريدي زي ما هم كاتبين لك اياه. فهنا في المثال هذا، هذا هو العنوان البريدي، اخذه واحطه هنا بالضبط زي ما هو في كل خانه، نفس الخانه حقتي ادرس 1 ادرس 2 نفس الشيء، ادرس 1 ادرس 2 والسيتي your province وكل حاجة زي كذا. بعدين أحط continue to check out، يقول لي وش معلومات بطاقتك الائتمانية، أحطها تم البيع انتهينا. يجيك إيميل تأكيدي من أي مكان أنت تشتري منه، سواء اشتريت شيء مادي أو بطاقة شحن حاجة شيء زي كذا، أي شيء تشتري بيجيك على طول إيميل يوضح لك كل شيء موجود من ناحية فاتوراتك، الشحن اللي بيكون معاك، وبعدين الشحنة أو رقمها. احيانا تحتاج تروح تحط رقم شحنتك في المكان اللي انت مرسل له، يعني مثلا اذا احد الناس ارسل لك شحنه على صندوق بريدك الدولي مهما كانت الشركه ومو محطوطه في بيانات كامله عن اسمك وما اسمك، بكل بساطه مهما كانت الشركه هذه تروح لعندهم ترسل لهم ايميل تقول لهم على فكره بتجيكم شحنه، هذه رقم الشحنه حقتي، ما ادري وش بيكتب عليها ايميل، اسم الاسم الاشياء زي كذا، بس هذه للتاكيد رقم الشحنه هذه تابعه لي. فيصير نفس الشركه لجتهم الشحنه بيتاكدوا من رقم الشحنه عليها وبيحاولوا يلاقوا شيء يربطك انت من ناحيه صندوق بريدك اللي موجود عندهم، ويصير يحطوا لك شحنتك في صندوق بريدك اللي عندهم وتم الموضوع. من ناحيتنا الحين طلبنا مجموعه اشياء، واللي بيصير عندنا انه اغراضك كلها بتروح لصندوق بريدنا في وورلد شيب. اذا دخلت على حسابك في وورلد شيب بتلاحظ عندك اكثر من مكان هنا، وهذه الحلقه الرابعه ان شاء الله حتشوف فيها اشياء اكثر. ان يور اكاونت يقول لك يو دونت هاف اني شيبمنتس ان يور اكاونت، ما في اي شحنات في سجلك انت، بس خلينا نحولها عربي ورمان قاعد اشتغل انجليزي انا. دخلنا على حسابنا في وورلد شيب وزي ما انتم ملاحظين كل شيء موجود باللغه العربيه، حتى العنوان اللي موجود حقك هذا حاطينه باللغه الانجليزيه على اساس انك تطابق مساله الادرس والسيتي والاشياء هذه، وتصير بس كوبي وبيست لصق والنسخ على اساس انك تعرف تحط عنوانك البريدي بالضبط. هذه الحين الصندوق عندنا ملاحظين اول شيء اللي هو الشحنات الوارده اللي عندنا، تنبيهات لا يوجد اي تنبيهات عندك، والشحنات ما في اي شحنه موجوده عندنا. خلينا الحين الحلقة الجاية طبعا هتوصل الشحنات وحنوريكم كيف تطلب الأشياء وتسوي إعادة تغليف. الشحنات الصادرة انتم ملاحظين اذا دخلت على الشحنات الصادرة بيعطيك تاريخ الأشياء اللي انت حطيتها عندها، يقول لك لا يوجد أي شحنة، لا يوجد أي شحنة، هذه ما في شحنات صادرة الوقت الحالي. رحنا الطلبات السابقة، من خلال الطلبات السابقة بيعطيكم الأشياء الكثيرة اللي عندكم في الطلبات السابقة والإرسالية، حسابك الشخصي موجود فيه معلومات كثيرة عنك، رصيدك في الموقع هو الرصيد اللي أنت تربطه في الموقع، زي ما قلنا لكم أحد الميزات اللي موجودة عندهم أنك تدفع لأغراضك قبل ما تنشحن، حتى قيمة الشحن تدفعها، فيصير يجيبوا لك أشياءك للبيت. خدمة العملاء وخدمة العملاء اللي موجودة عندهم على مدار الساعة، عندك أرقام عندك أشياء حاطينها كلها هناك. ونفس الوضع في بعض الشركات الثانية تزود لك أشياء مقاربة للشيء هذا، بس ان شاء الله تكون كويسه. وعلى فكره غيرنا الشعار كمان في الحلقه، اذا انتم اعطونا رايكم، ايش رايكم في الشعار؟ هل يستاهل السبسكرايب؟ بيستاهل السبسكرايب او بيستاهلش؟ في نهايه الحلقه احب اتشكركم كلكم على حسن المتابعه، وكمان اذكركم باللايكس اذا انتم استفدتم من الحلقه هذه. والشيء الثاني باذن الله مسابقتنا مستمره، اخر يوم في السحب فيها بيكون بتاريخ 1 أغسطس. 1 أغسطس هو آخر يوم للاشتراك في المسابقة هذه. بعد 1 أغسطس إن شاء الله بتاريخ 4 أغسطس بنعلن الفائزين بإذن واحد أحد، بنعلن لكم كل الفائزين إن شاء الله، ويصيروا على طول ينفتح لهم حسابات في وورلد شيب وينشحن على حسابهم الجديد النكسس 7، جوال تابلت حق النكسس 7 الجديد، فعلى طول تجربة الشراء الإلكتروني بتكون عندكم مباشرة. اللي استفسروا وقالوا احنا اوريدي عندنا حساب في وورلد شيب، على طول حيصيركم ترقيه من البيسك للباس، واذا عندكم بلس تقدر تهدوا على واحد ثاني، اذا يعني الموضوع اوكي بيتيسر خلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.